جميل. ربنا تقرا للناس يا كابتن. لا انا سعيد كمان يعني وسعادتنا كلنا طبعا. ابو تريكه وصل لقلوب حتى الاجانب بيكتبوا عليه، وهذا كاتب شهير قطعا، وكتب في التايمز النهارده طبعا. اتفضل يا كابتن. الجريده البريطانيه الشهيره اولا طبعا، العنوان كاتب شهير بالتايمز، ابو تريكه افضل لاعب داخل المستطيل الاخضر. هذا الكاتب اسمه جابرييل ماركوتي، ده كاتب ايطالي شهير، وصف ابو تريكه وقال انه من فصيلة اللاعبين الكبار، وقال انه اظهر اداء متميزا في مباراة مصر والبرازيل والتي اقيمت بينهما مساء الاثنين في اطار كأس القارات، جعله يعتلي منصة افضل لاعب داخل المستطيل الاخضر. وذكر التحليل الذي نشرته صحيفة التايمز البريطانية لكاتبها الشهير الايطالي جابرييل ماركوتي ان لاعب الوسط المصري ابو تريكة وضع دراسته أمام كرة القدم لفترة طويلة من حياته قبل أن ينتقل إلى الأهلي وهو في سن 25 من عمره، مضيفا أنه في وقت كان معظم لاعبي الكرة في العالم يحلمون بعرض مغري للانتقال إلى الدوريات الأوروبية، كان أبو تريكة يردد نفس الكلمة لا. وأضاف ربما كان على الأرجح واحدا من اعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. ده كل الكلام ده على ابو تريكة. نعم. ويحمل شهادة في الفلسفة، كلنا عارفين ان ابو تريكة بيحمل ليسانس اداب قسم فلسفة معلقة على حائط غرفة الجلوس بمنزله، الانتريه اللي احنا بنقول عليه طبعا عندنا. وربما كان افضل لاعب على وجه البسيطة اللي هي الارض طبعا. لم يركل كرة القدم في اوروبا او امريكا الجنوبية، يعني ابو تريكة الراجل ده بيعتبره هو افضل لاعب في العالم في التاريخ. يعني البسيطة يعني ايه؟ يعني الأرض. على وجه الارض كلها. نعم. ما لعبش في اوروبا ولا في امريكا. لكنه بلقاء مصر والبرازيل على ملعب بلوفنتاين بجنوب افريقيا كان بدون ادنى شك افضل لاعب داخل المستطيل الاخضر. واردف الكاتب يعني استمر يقول ان منتقدوه قد يقولون أنه سمكة كبيرة في حوض صغير، وأن قيادة منتخب مصر للفوز بكأس أمم إفريقيا مرتين وقيادة الأهلي لثلاثة ألقاب دوري أبطال إفريقيا هي إنجازات بسيطة، لأنه لم يفعل ذلك أمام أفضل المنافسين في العالم، ولكن مهلا، ده على لسان الكاتب الإيطالي. نعم. فهو فعلها أمام كاكا ورفاقه في لقاء انتهى بهزيمة مصر 3-4 من البرازيل، وأظهر أبو تريكة أنه لاعب من فصيلة اللاعبين الكبار. وتساءل الكاتب البريطاني هل البقاء في مصر أفقد أبو تريكة الشجاعة وقلل من طموحه، كونه بهذا البقاء لن يقيس نفسه ضد الأفضل في العالم. تمام. أم هل يستحق الإشادة لبقائه على انتمائه والاكتفاء بما حقه، ولذلك فهو لا يشعر برغبة في اللهث وراء إغراء وحصد الملايين من الدوري الإنجليزي أو حتى الليجا الأسباني. شوف الجمال، يعني حاجة الجمال. الحقيقة أنا بقول فخر وجسمي يقشعر والله. والله يعني حاجة مشرفة جدا، ما قريتش في حياتي حاجة على حد مصري حقيقة يعني. وكاتب عظيم بهذا الجمال وهذه الحيادية، ده عظيم. راجل محايد. أيوة. ربنا يحميه من الإصابات ويحميه من الحسد. الحقيقة محمد قد شوط ثاني. نعم. بصفة خاصة ولقاء عام بصفة عامة من أفضل مباريات محمد أبو تريكة، خصوصا زي ما قال الكاتب الإيطالي جابرييل ماركوتي أنه أمام كاكا ورفاقه العظام أساتذة كرة القدم في العالم. حقيقة شيء يدعو إلى الفخار بالفعل زي ما الكابتن إبراهيم قال، وزي ما هذا الكاتب الإيطالي الشهير جابرييل ماركوتي اللي بيكتب في صحيفة التايمز واحدة من أقوى وأشهر الصحف العالمية على مستوى العالم يصف أبو تريكة كل هذا الوصف، ثم يتحدث عن أبو تريكة وبيقول في جملة جميلة جدا، يعني بيقول هل هذا الرجل فضل الحب والانتماء داخل بلده ليقدم عطاءه داخل بلده، وقال كان يجب أن يكون موجود في المحافل العالمية، لأنه من وجهة نظر هذا الكاتب المتخصص الكبير أن أبو تريكة يعتبر واحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وهو يحمل شهادة الفلسفة، وقال أن البسيطة قد حرمت
لان قطعا على المستوى المصري من المؤكد لن يشاهدوا الا جماهير محدوده. اما اذا كان موجود قطعا في المحفل العالمي كان هيستمتع به ويتمتع به جماهير العالم كلها. شهاده عظيمه وجميله للغايه، ويمكن زي ما بنقول وزي ما هو قال ما لعبش في اوروبا وامريكا لكنه ابو تريكا وبعد المباراه